الظاهرة التاريخية واللي تم إدراج بعضها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية إن ما يجري حاليا هو استغلال عدد من المواقع الأثرية الإسلامية من أجل تحويلها إلى منارات ثقافية. نتابع. اهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلاميه واليهوديه والقبطيه على هامش يعني اعاده افتتاح وتطوير البيمارستان المؤيدي. دكتور جمال برحب بك عشان الاخبار. كلمنا عن هذا المكان وهذا الصرح الاثري ولا يتم تحويله الى مكان ثقافي يخدم المجتمع المصري. الحقيقه والنهارده الاحتفال بالشراكه المصريه الامريكيه في مجال التنميه الثقافيه والتراثيه والحضاريه، والمشروع الخاص بالتعاون ده هو مشروع الاي ام اس تي، اشتغل من حوالي 4 سنوات والنهارده في مراحله النهائيه، يعني في خلال الشهر الحالي يتم افتتاح كافه المواقع وكافه الخدمات اللي تم التعاون فيها. البيمارستان المؤيدي يعتبر هو السنتر بتاع المجموع المسار الخاص بسوق السلاح اللي هو كان فيه الاعمال اللي تمت بالتعاون مع الشراكه الامريكيه. الحقيقه المبنى ان شاء الله هيعاد تاهيله لاستخدامه، وده اللي ساعدنا فيه اليوسيد، وبالاضافه لحوالي 8 مباني تانية اثريه بيتم تاهيلها. كمان بالاساس في التعاون ده هو تدريب بعض الفنيين في وزاره السياحه والاثار على اداره المواقع التراثيه والتعامل مع الكوميونتي. والحقيقه برضو كان المشروع بيساهم في ان احنا نعمل دمج للكوميونتي المحيط بالاثار، ونحاول نشوف المشاكل اللي عندهم ونحلها، بحيث انه الزائر او السائح اللي بيجي للمكان ده سواء كان مصري او غير مصري يقدر يتعامل مع الناس المقيمين ويكونوا بيقدموا له خدمات صحيه في المركز الاول، وكمان بيعود عليهم بالعائد المادي، فيبقى في تعاون ما بين الاثر وبين المنطقه المحيطه بيه. الانشطه يا دكتور، نرجع للأنشطة إن شاء الله. الأماكن الموجودة وعلى رأسها طبعا بيمارستان المؤيدي هو مكان هيتم توظيفه لتقديم الأنشطة الحضارية والثقافية والفنية بالتعاون مع المنطقة المحيطة، يعني المشاريع اللي شغالة من خلال الوزارات الأخرى، وزارة الإسكان، محافظة القاهرة، كل ده في مكان منطقة سوق السلاح هيتم الأنشطة الخاصة بيها هتكون من خلال بيمارستان المؤيدي، مع الحفاظ طبعا على طبيعته الأثرية. القاهرة التاريخية يا فندم، ومنطقة عرب اليسار ومسجد قايمباير، رمح، كل المنطقة بتشمل تطوير شامل. كلمنا على القاهرة التاريخية، مستهدفين 100 أثر يمكن خلصنا منهم 50% حتى. الحقيقة القاهرة التاريخية بحدودها القديمة هي طبعا أساس في التعامل المرحلة الحالية، وبنركز تركيز كامل في إن احنا نعيد إحياء المدينة مع الحفاظ على النسيج العمراني الخاص بها، كمان التعامل مع الكوميونتي الساكن في المنطقة، مع إزالة التعديات اللي حدثت في فترات كانت سبب في إنها عملت إرباك في القاهرة التاريخية وتسببت في غلق بعض الشوارع وعدم قدرة الدولة على التواصل مع الأماكن دي وتقديم الخدمات سواء كانت إسعاف، مطافي، شرطة، فالأماكن دي بيعاد تخطيطها وفقا للنسيج العمراني القديم، وده ان شاء الله هيبان في خلال الفترات اللي جايه من خلال المسارات اللي احنا شغالين عليها. هو تقريبا حوالي 6 مسارات، مسار سوق السلاح، باب الوزير، مسار آل البيت، مسار الصحابه والصالحين، ده بالاضافه الى منطقه القلعه اللي هتندمج مع المنطقه المحيطه بها ان شاء الله. خلينا نفتتح يا فندم قصر محمد علي في شبرا وبعض المناطق الجاهزه لافتتاحه، يمكن هنفتتحها يعني. الحقيقه احنا الاماكن الجاهزه للافتتاح كتير، بس احنا بنحاول دلوقتي ما يبقاش العمل فرادى، احنا بنحاول ان العمل يكون باكتر بيمس النسيج العمراني بتاع المدينه، فيبقى كل المشاريع اللي بتفتتح بتبقى كلها متداخله مع بعضها البعض عشان تخدم القاهره التاريخيه وتخدم القائمين داخلها. قال دكتور محمد اسماعيل خالد الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ان هناك جهود مضنيه تبذل لفتح مدخل منطقه الاهرامات من ناحيه طريق الفيوم لتوفير تجربه سياحيه فريده للزائرين من مختلف دول العالم. واضاف امين عام المجلس الاعلى للاثار انه تم بالفعل الانتهاء من كافه الاعمال الاثريه بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدا وتهيئه له من اجل الافتتاح في القريب العاجل باذن الله.
منتظرين باذن الله في انهاء الاعمال سواء في المتحف المصري الكبير او في منطقه الاهرامات، وان شاء الله سوف يفتحوا للزياره بشكل مختلف وبشكل جميل وبشكل سوف يدهش العالم ان احنا ازاي نقدر الناس تزور الاهرامات بدون اي مضايقات وتستمتع بزياره الاهرامات. يمكن كان رئيس الوزراء ليه جوله في الاهرامات خلال منذ عده ايام، احنا وصلنا لحد فين في المشروع بتاع بوابه طريق الفيوم؟ البوابه فعلا دوله رئيس الوزراء زار منطقه الاهرامات الاسبوع الماضي ووجه بمجموعه من الملاحظات، ولكن المشروع نقدر نقول ان هو على وشك الانتهاء. البوابات بتاعت الفيوم انتهت بالفعل، ينقصها بعض الاجراءات الصغيره، وفي نفس الوقت نبدا ان شاء الله هنشتغل ونجيب العربات الكهربائيه اللي هي تبدا تلف في المنطقه من جوه ان شاء الله. المتحف الكبير انتهى؟ المتحف الكبير باذن الله اثريا قريب جدا، والباقي بعد كده هو بس موعد الافتتاح الاحتفال العالمي اللي المفروض ان شاء الله يحصل باذن الله.